لي زميل في العمل نصراني وعمل حادثا وزملاؤنا يجمعون مبلغا من المال له كمساعدة في الأضرار التي حدثت له، ما حكم الاشتراك معه؟ جائز، جائز أن تعين الكافر بشيء من أمر الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا للمشركين لما جاءوه وقالوا يا محمد جئت تأمر بوسط الأرحام ودعوت علينا فأكلنا العل هذا وشربنا الدم ومصصنا النوى وأكلنا الجيف، ادعوا الله لنا، فدعا الله لهم.